تريس تريس تريس، خاصك تمشي تقول لامك دوز رمضان مع اختها في برشيد. علاش؟ باش يتوانسوا بنهار ومورا فطور يتفرجوا في الخياري ويسار وبوطازوت. هاد العام غيكونوا في التلفازه، غف التلفازه ديال برشيد بوحدها. واخا وجدتي هذاك الشيء ديال رمضان شباكيه هذاك تقيوتات وداك الشيء، ماما اللي غتوجدوا وتذوقنا وحنا غنتقداو ليها صافي. على حسابك؟ لا غنديروا انا وياك 50-50. علاش؟ 50 ديالك غنشرو بها اللوز، القرقاع، السميده، فارينة، الدجاج، الحوت، العسل، الزيت البلديه، ارغان. و 50 ديالك انت؟ 50 ديالي غنشرو بها الجلجلان. واخا والله كون كنت عارفه غتخرج هي العواني بحال هوك تنخسر بوك ملي كنت عامله بيك، يا نطيح من الضوايا على كلشي يا نشرب الماء القاطع. ما تفقسيش يا ماما، الا تفقسي غيطلع لك السكر، ولا طلع لك السكر ما غتصوميش معانا رمضان. اش قلتي ليها ملي قالت لك صيفطني لبرشيد ندوز رمضان مع اختي؟ قلت لها واخا. واش كان خاصك تقول لها؟ كان خاصني نقول لها قوليها ليها انتي. واش قلتي ليها ملي قالت لك نديرو 50-50؟ قلت لها واخا. واش كان خاصك تقول لها؟ كان عليا نقول لها 50 ديالك نشرو بها النافع وجلجلان. وانت باش حاس؟ حاس براسي مسحوره ماما، غادي يوصل الشهر ديال شعبان تنمرض. وانت راك مريض 12 شهر. اه ولاني بالخصوص في شهر شعبان تنحس براسي بحال اللي مدير ليا داك السحور المرشوشه ماما. ما لقيت لا مرش تترشيه قالها. تنحس براسي يا ماما قبل ما ندخل البيت نعس، تنحس براسي بحال سي محمد خويا من تيدير هذاك الدور ديال القايد، فهمتيني؟ وخا تنزيد خطوه تنحس براسي وليت حنين كبيده بحال مجدولي الادريسي. غتكون راه الشريه العتبه ديال البيت نعس ماما ياك. تتسولني انا؟ سول مولاي الحجابات. تقدري تكوني دايره ليا السحور الماكول ولا السحور المشروب؟ باش عرفتيها؟ وغالبا عطيتيني هذاك الكيكه اللي بالشوكولاته كليتي غا بوحدي وجاتني مره حيت درت فيها الشوكولا نواغ، والشوكولا نواغ مره. ها هو الاتي اللي دوزت به مالو جاني في شي شكل، حتى من اللي قام عصرت في امي حيت جيتي سكران وما عقلتش على راسك، وحتى من السروال مفزقو. ما تكونش هادي يا ماما دايره ليا من غير السحور ديال الطلاسم، السحور ديال النجوم. وباش عرفتيها يا ولد ماما؟ ديما تتقول لي اسمي سمك. وعلى سميتك ما عارفهاش انا؟ انت عارفاها، ولكن داك الجن اللي مسخر عند داك السحار اللي تمشي عنده ما عارفهاش. ساليتي فوسخيني يا ماما فوسخيني. عمر رعواني تتفوسخ حنين. علاش يا ماما؟ حيت الرعواني الى العز والرجله صبت عليك الشتا تيدير مضل بحالي يا ماما. بركه من البهله انت. وانتي مبروك عواشرك خالتي. مبروك عواشرك قوليها لامك. يلا خيمتكم. اه يا بطاطيك السحور خيمتكم. تتا يا خيمتكم. خيمتنا هي هادي يا ما خيمة نسابك يحرق ليتمكم ومن شابهكم.